المهم الخوت الحمد لله دابا تعالجنا مشينا فطرنا ودابا خصنا نمشيو لهذيك البلاصه. هذيك البلاصه سميتها اماركس بعيده تقريبا بعيده بشي 5 كيلومتر. كنا بغينا نضربوا على الزينه ولكن غنشوفوا شي خطاف باش نستغلوا الوقت. وهنا الخوت غادي يبدا الفلوق. واش لا فامي كنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي بلاصه جديده. المهم دابا جينا لتافراوت. الصراحه كنت باغي نجي ليها من شحال هذه، ميكتب علينا اليوم نجي ليها انا وشكون انا ومبارك. المهم الخوت قبل ما تبداو هذا الفيديو خلونا واحد اللايك وخلونا اللي باقي ما مشتركش الخوت في القناه يشترك في القناه. كنصحوا انه يشترك في القناه، تصرح القناه غادي يكون فيها فيديوهات اللي واعرين وفلوقات صراحه اللي واعرين. المهم خليكم معنا وما تزقوش. منطقه تافراوت، تتواجد هذه المنطقه في قلب الاطلس الصغير. هذه المنطقه تتنوع جيولوجيا بجبال الجرانيت الوردي زائد المنحدر والصخور العملاقة والجبل المشهور بالمنطقة الذي يلقب برأس الأسد أو دود اليوم، يتواجد في قمة جبل كيس في أمن. أما بالنسبة للصخور الملونة في الأول كانت صخورا عادية، مع مرور الزمن تلونت هذه الصخور وكانت سبب أن تكون هذه المنطقة سياحية. السبب راجع لتلوين هذه الصخور للمخرج البلجيكي جون فيران. تحكي الروايات الشفوية أنه في سنة 1984 نزل أحد الرسامين البلجيكيين واسمه جون فيران ضيفا على منطقة تافراوت، وأعجب بطبيعتها الخلابة وانبهر بشكل الصخور وحجمها الكبير، فقرر أن يهدي شريكة حياته لوحة فنية تمثلت في صباغة الصخور العملاقة باللون الذي تحبه وهو اللون الأزرق. لا تزال هذه الصخور تحتفظ بألوانها البراقة التي تجذب آلاف السياح سنويا، ولا يزال القائمين على الشأن السياحي بتافراوت والغيورين على هذه المعالم يسهرون على تجديدها وصباغتها حفظا على فكرة الرسام البلجيكي جون فيران. خوت غادي نوريكم شي ديور. شوفوا شوفوا وكاينين حنا وسط الجبال. شوفوا الجبال كي دايرين، شوفوا شوفوا الحجار قداش، شوفوا شوف الحجار. عتي عتي هنا مك سمع وس ما كتسمع حتى شي حاجه. ايه اش كتسمع؟ كتسمع غير الطبيعه، غير الطيور ولا ديك الحشره ديال السخونه. عرفتوها فين هو؟ كاين واحد الحاسي ها هو قديم. حجره، شو واحد الحجره واقفه على السنتيم، وهذه ما كتبانش لكم واش دايره بحال هذه القبعه هذه. شوفوا البلان الخوت، شوف شو واحد الحجره تفرقت على جوج. شو هي تفرقت على جوج؟ شتيها ولا ما شتيهاش؟ ها هي واحد الحجره تفرقت على جوج. شوفوا البلان، شوف راه مفروقه، راه سميت. وشوفوا هاد الدار هذه طاحت ملي جا الزنزال، طاحت هذه حيت كانت على سبه الدار هذه. الخوت بعد ما ضربنا واحد مسافه ديال شحال، شي 3 كيلومتر ولا 4، شي 3 كيلومتر ولا 4، المهم لقينا هاد البلاكه قبعه نابليون. نابليون يمكن واحد الفيلسوف. وهاد القبعه هادي هي اللي كتشوفوا ليها ديال القبعه، وراها كاينين شي حجار ملونين هما ان شاء الله اللي غادي نمشيو ليهم. شوفوا الخوت، شوفوا والله الا كنمشيو على رجلينا
شوف عرفتي منين جينا الخوت؟ شتو هاد شتي هذيك اللي صورت لك وراها حنا جينا هنا تعذبت، ولكن راه ضروري كما عارفين عليا الخوت انني كندير محتوى زوين وكنتقاتل فيه وكنضرب فيه تمار وكنعرق وكنشف وكنحرق ذاتي وكنتقاتل باش نوصل داكشي اللي بغيت الحمد لله، وراه كما عارفين عليا راه كندير غير محتوى زوين، راه ما كنديروش شي محتوى اللي هو خايب. وبغيت نقول واحد الكلمه، علاش المحتوى الزوين ما كيطلعش دغيا؟ علاش المحتوى التافه هو اللي كيطلع؟ علاش؟ هادشي اللي بغيت نعرف انا، هذا هو هادشي اللي مرضني انا في راسي. ولكن الخوت هادشي كامل بكم نتوما، خصكم تعاونوا معايا، خصكم تبقاو تبارطاجيو لي فيديوهات ديالي، حيت انفو كتبارطاجي الريكومونداسيون ديال يوتيوب هي اللي كتعاونني وكتشد الفيديو ديالي وكتحطو في الاقتراحات في يوتيوب، وكيشوفوه بزاف ديال الناس. دونك الا شافوه بزاف ديال الناس غادي يطلع الفيديو، والا طلع الفيديو غتطلع القناه، والا طلعت القناه غادي نشرو بزاف ديال الحوايج وغنديروا بزاف ديال الحوايج وغنصوروا بزاف ديال الحوايج وغادي نوريكم العجب المتعجب. اصعب محتوى في اليوتيوب راه هو لي فلوغ فراسكم. علاش؟ حيت كتسافر فيه وكتضيع فيه فلوسك وكتقلب على البلايص الزوينين باش تبارطاجيهم مع الناس الزوينه. ها حنا الخوت، شتو هاد الحجره؟ ها مبارك غادي، شتو هاد الحجره؟ وراها كاينين دوك الحجر اللي ماشي ان شاء الله نبارطاجيهم معاكم. المهم المونتاج غادي يسهل عليكم ماموريه ان شاء الله باش نوصلوا تما، ولكن حنا غادي نتعذبوا مهنيا ماشي مشكل، كلشي بكم نتوما. يلا غندير هكا غادي نوصلوا تما. بعد عناء طويل وصلنا الخوت الحجر، عرفتي؟ واو، عرفتي شحال ديال الطريقه الخوت ضربنا؟ الا قلتها لكم والله ما غادي تيقوني بالله. 7 كيلومتر اللي ضربنا على رجلينا، شوف وجهي كيفاش ولا. والمشكله فين كاينه؟ اننا ما جبناش الماء، هذا هو البلان اللي خايب صراحه، هذا هو البلان اللي خايب. ولكن راه بانوا لي شي وحدين اللي كيتصوروا، داكشي علاش غادي نمشيو عندهم نقولوا لهم الله يرحم ليكم والدي واش عندكم الماء. المهم انتم شوف هنا بلان واعر، هنا شوف هنا بلان واعر. شكون اللي كان كيعقل على واحد الفيلم راه قديم ديال واحد خونا كان كيدير البيكالات في بحال هاد الحجار، كان كيدير البيكالات فوق هاد الجبال ديال الحجار وطاح وهي تحل ليه يديه. شوفوا سبحان الله بحال هاد البلان هذا. المهم راه غادي تشوفوا دابا اللقطه ها هي. الصراحه لا فامي هاد البلاصه هادي مشهوره، هادشي مشهور في العالم، كيجيو ليها لي توريست، كيجيو ليها مغاربه ديالنا، كيجيو ليها بزاف ديال الناس الخوت باش يجيو يتصوروا في هاد البلاصه، حيت هاد البلاصه تشهرات بزاف باش بهاد الالوان هادي اللي فيها الزرقاء. هادي زرقاء، غنوريكم هذاك الشيء اللي كاين فوق ليا. شوفوا هنا، شوفوا الناس كيتصوروا هنا، جاوا هنا كيتصوروا. شوفوا هاد البلان هنا كيفاش داير، الصراحة بلان هنا واعر، ليلا بلاصة اللي واعرة. شوف المهم الخوت، لقيت مع هاد السيد هذا جو كيتاهم كيتصوروا هنايا، قلتها لك عبد الله يرحم ليك الوالدين واش عندك شي قرعة ديال الماء؟ حتى حنا زربنا ما جبناش الماء، عرفتي زربنا. شوف هاد الحجرة بحال جديدة، دايرة بحال القلب، شتوها ولا ما شتيهاش؟ سوا الخوت الحمد لله، يلا وصلنا دابا لهاد البلاصة هادي، حيت الصراحة هادي بلاصة اللي هي زوينة، ولكن المشكلة فين كاين؟ أننا عيينا. علاش؟ حيت ضربناها على رجلينا تقريبا، راه ضربنا شي 7 كيلومتر ولا 8 كيلومتر، راه ما ساهلاش الخوت، راه وريتكم بحالاش، راه وريتكم داكشي بلي ديطاي، فين جينا، منين نسنا، مع من تلاقينا، ملي تلاقينا مع هاد الغزال راه بارطاجيتو معاكم، هادي راه ضربنا تمارة، أقسم بالله ضربنا تمارة. ولكن الصراحة فغيمون هاد البلاصة هادي كتستحق أنك تجي ليها وتجي ضرب فيها دويرة هنا وتقدر علاش لا كاع تبات فيها دير يعني تطي لا شونس هنايا. والمهم الخوت نقدر أنني نسالي الفيديو هنا ونقول لكم كنتمنى أن الفلوق يعجبكم، وخا الصراحة ضربنا فيه تمارة وضربنا فيه الطريق، مازال خصنا ندي بلاصة وحتى الكليمين. المهم هادشي اللي كان الخوت، وبيس ليكم حيت الصراحة الجهد مبقاش، وبيس ليكم الخوت. كان معكم صلاح فلوق، قود باي.